بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنتكلم تحت العنوان لاين ستايل فورماتنج. شباب في السلايد بتاعي يا جماعة ما عنديش غير تكست بوكس. التكست بوكس أنا علي رايت كليك وأقول والله فورمات شيب، ومن فورمات شيب هنزل على، أنا كنت اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن اللاين كلر، اليوم راح نتكلم عن اللاين ستايل. ومن لاين ستايل يا جماعة أنا عندي البريفيو لايف على فكرة، يعني البريفيو بتبقى حية. مثلا في الواتساب خاص بالعرض بتاع اللاين، لو انا عليت مثلا 4 بكسل 5 بكسل 6 بكسل، كل ما بعلي كل ما الخط بيزيد. طبعا ده تخص بايه، نوعه شكله بيبقى ازاي، الداش اذا كان متنجط او مشابه، ده يتخص بالكاب، النهايات بتاعته بيبقى شكلها ازاي، الجوين لو كانوا ان التقاء الاطراف بعضه بيبقى شكله ازاي. طبعا القصه بتاعت الارو الاسهم ديت مش متاكتفه لاني انا ما اقدرش سهم، فببساطه لو انا مثلا كنت رحت لقائمه انسيرت وقلت له والله شيب ورحت اقدرش سهم معين يا جماعه، والسهم ده انا بقى رحت اضغط عليه كليك يمين وقلت له والله برضه فورمات شيب ونزلت على اللاين، هلاقي ان دوت متاكتفين معايا. لو قال لي والله ديت خلونا نعلي شويه كده، هتلاقي ان القيم ديت كلها البداية النهاية شكلها ازاي، البداية اولها فين، والحاجات دي هتلاقيها متأكتفة معاك، بالاضافة للون اللي هو كان عبارة عن الكلر لو انت كنت مختار سوليد مثلا ولون الاسود عشان يبان بترتيبه. ده يا جماعة بالنسبة ليه اللاين ستايل فورماتنج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.